الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن تلقيه خطاب من لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بخصوص العقوبات الموقعة على النادي الأهلي. شملت معاقبة المغربي وليد أزارو بالإيقاف لمباراتين وتغريم النادي الأهلي 20,000 دولار، كمان استدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي للجنة الاستماع ودع خلفية الأحداث اللي شهدتها مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال أمام الترجي التونسي.